أهلا بكم. يعود مشروع القناة الجافة إلى الواجهة مجددا بعد إعلان إطلاقه من تركيا خلال زيارة محمد الشياع السوداني الأخيرة. متخصصون بالاقتصاد أكدوا دعم أنقرة للمشروع كونه سيعظم وارداتها، لكنهم أشاروا إلى مخاوفها من احتمال تعرض الخط لهجمات فصائل مسلحة. هنالك مجموعة من المشتركات بين تركيا والعراق، أولها موضوع النفط والغاز المستخرج من إقليم كردستان، وثانيها الموضوع الأمني. تركيا تتابع مراحل بناء ميناء الفول بأهمية كبيرة، لأنها تعتبر هذه القناة ممراً للانفتاح التركي نحو المياه الخليجية. ومن جانب آخر، فأن تركيا ستتحول إلى ممر استراتيجي بين الشرق والغرب، أي بين أوروبا والهند والصين. تركيا في العام 2020 وخلال زيارة رئيس الحكومة العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى أنقرة، أعلنت عن تقديم 5 مليارات دولار بصيغة ديون مؤجلة للعراق. وقد زارت وفود تركيا العراق لبحث آليات استثمار هذه المبالغ، وهذا الدعم يشمل القناة الجافة ويمكن أن يتحقق على أرض الواقع إذا طلب العراق ذلك. قلق أنقرة من عاملين قد يعيقان مشروع القناة الجافة، أولهما احتمال حزب العمال الكردستاني، والعامل الثاني هو الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران. تكلفة القناة الجافة تصل إلى 20 مليار دولار بشقيها سكك الحديد والطريق البري السريع، وهذه التكلفة لا يمكن للعراق أن يتحملها لوحده حتى إذا استمرت أسعار النفط بهذا المستوى.